Allora, andiamo al cascata e tutti chiudere USB cascata USB. ومع الخزع دي لجنة هذه بور الهيدفون وهذه بور المايكروفون جود هذه واحدة هنا كاسك تجي بالشكل وتجي USB تجي USB كاسك USB تكون عنده الصوت ديال الميكروفون تيكون مزيان تيكون مزيان كيسجل مزيان والصوت مزيان وحتى التسجيل يمكن لك تسجل فيديو به يوتيوبر يمكن لك تعتمد لهذا الميكرو على الكاسك اللي تيكون عنده USB عنده هنا هادشي ديال هنا تنقص الساعة وتزيد الساعة وتميتي إلى آخره ولكن ديفو ماشي شي كاسك اللي تيجمع لك راسك غادي تحس بهذا راه غندير له روتور هذا الكاسك هذا راه غادي نرجعو ما عجبنيش الودن صغيره ما تيدخلش ليا الودن ديالي هنا تيجمعش ليا الودن ديالي لداخل صغير تيسجل مزيان راه غندخلو البيسي ونشوفو نوريكم الصوت ديالو الكاسك القديم اللي عندي هو هذا قلت غادي نبدل الساعه معاه هذا 15 دولار 150 درهم مغربية وهذا 20 دولار 200 درهم مغربية اسم ديالو تنظر اسم ديالو هو هذا اسم ديالو يبان هنا HVH2033 سي سا قاعد لا مارك هادي مزيان هاد لا مارك الكاسكو اللي عندي كاسك زوين السماعات مزيانين المايك ما تيسمعش مزيان ما تيسجلش مزيان علاش حيت عنده هادو عنده هاد USB هاد USB هادي تتشعل على الليد هادي خاصة بالليد ديالو ملي تتشوفها مصورة في السيت وحاطة لك اليو اس بي هكايا هاك لا عاطي صيدوك هاد اليو اس بي تتخدم غير الليد اما هما اللي تيخدمو الكاسك هما هادو هما هاد الجوج والكاسكات اللي عندهم هادو التسجيل ديالهم من المايك تيكون ناقص التسجيل ديالهم من المايك هذا تيكون ناقص الهضرة راه تيسمعك الانسان ولكن ربما تبغي تسجل فيديو تبغي تهضر دير فلوغ باش تهضر ما تيعطيكش الصوت مزيان بار كونتر هذاك اليو اس بي الصوت ديالو مزيان غادي ندخلو البي سي وغتشوفو الصوت ديال هذا وغتشوفو الصوت ديال هذاك الصوت ديال الجاك ناقص اللي تيكون جاك والصوت ديال اللي تيكون عندو اليو اس بي تيكون مزيان وتيخدعوكم في السيت وتيحطو لكم هاد الكاسك بحال كنصور و تيحطو لكم هادي دايره هاك تيحطو لكم هادي حدا دايره هاك لا خصك تقلب على الانبوكسينغ ديال الكاسك شي واحد يحل الانبوكس وتشوف بانه غيوريك هادو هومايا اوكي تما غتعرفيه بان كاسك باش تسمع وباش يمكن صاحبك يسمعك في الجيم مثلا يسمعك بانك تتهضر ولكن ما يمكنش تسجل بيه بشي صوت زوين شي فلوغ وتهضر وتسجل بهذا المايك لا خصك تسجل بشي مايك اخر من غير هاد الكاسك ديال هاد المايك غتدخلو البي سي وغتشوفو التسجيل ديال هذا كيداير وغتشوفو التسجيل ديال اليو اس بي كيداير باش يبان لكم الفرق نتلاقاو في البي سي الوغ حنا جينا دابا البي سي باش نشوفو الفرق ديال لي كاسك اللي عندهم هادو تسجيل اللي عنده بحال هاد الشكل هذا بحال هادو
ولا غنتيستيو دابا الكاسك هذا افيتس هيتس وهذا افيتس اش بلا 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 هو هذا غنتيستيو تيستيو الصوت ديالو باش تشوفو. اذا ندخلو للصوت ديالو 3 2 1. دابا حنايا في هاد الكاسك تنتيستيو الميك مايك ديال هاد الكاسك هذا. الوغ ندخلو هنايا للسوند سوند سيتينغ السوند هنا ندخلو للريكوردينغ ونكليكيو عليه لي دبل كليك وندخلو الليفل ونزيدو في الليفل 100 زيد الليفل سي بيان. وديما هاد الدي بي ما نطلعش الدي بي ديما الدي بي نخلي زيرو حيت اللي درتي الدي بي طلعتي الدي بي يبدا يعطيك صداع ديال البي سي صداع ديال الديسك ديال صداع ديال السيستم بالعربية. الله الدي بي ديما خلي زيرو وديما هذا ديريه في 100 هذا هو الفوليوم ديال الكاسك باش كتهضر. الور من الاحسن ديريه في 100 حيت لنقصتي بحال هكا تسمع ناقص ما غاديش تسمع مزيان ولا زدتي في الصوت غادي تسمع مزيان. اذا هذا التيست ديال هذا المايك هذا اللي عندو هاد الخيوطة جاك ديالو ماشي يو اس بي ولكن جاك نديرو ستوب. 3 2 1. دابا نمشيو نسجلو بهاد الكاسك هذا بهاد الكاسك هاد توتسي 3 كيو 3 اللي كنا قلنا بانه عندو هاد اليو اس بي معرفش واش تي بدا قلنا اللي عندو هاد اليو اس بي. اذا نعم دخلوا الكمبيوتر بالطريقه هادي نديرو في الراس ديالنا وغادي نتلاقاو بعد قليل باش نوريكم التسجيل ديال الكاسك اليو اس بي ديال بصح ماشي ديال بالعاني. الوغ حنايا دابا تنسجلو بهاد الكاسك هذا اللي كنا قلنا اليو اس بي اللي كنا قلنا سميتو التوتسي كيو 3 يو اس بي. الثمن ديالو ما بين 150 درهم يعني 15 دولار 12 دولار 14 دولار حتى 15 دولار يعني كتبتي التوتسي حليتي يوتيوب هنايا ودرتي توتسي درتي سبيس ودرتي الكيو 3 هذا هو التسجيل ديالو ربما يعجبك ولا شي حاجة. انت دابا تتسمع انت درتي روشيرش غادي يعطيك وهذا واحد اللي كاين يا سلام نديرو على توتسي بلا كيو 3 نشوفو واش عطينا او عطانا بزاف. يلاه حيت دوك اللي تبيعو تديرو كتيو في الطاق تديرو توتسي متديروش كيو 3. يلاه عطانا هو يا هدا 144 عطانا جوج هدا 533 ولا كيلا سي با خصك دير هنا بري بار كرواسون من الثمن الصغير للثمن الكبير وغادي يعطيك هذا تيخربق هذا ب 533 هذاك تيضحك علاش قاليه. الوغ على كل حال هذا هو الصوت كيفاش تسمع ولكن قبل هادشي خصك تدخل للسوند هنا السوند وتدخل للمايك ديالو ريكوردينغ المايك ديالك هو هذا تري ميكروفون تري يو اس بي بي ان بي اوتوماتيك مو تيعطيك بين يو اس بي تدخل ليفل وتدير 100 سي بون هو في 100 صافي. هاد ا جي سي تيعطيني ا جي سي ما عرفتش شنو هي ما عطاهاش ليا في الكاسك الاخر ما عطاهاش ليا في هاد الكاسك هذا ولكن عطاني في هاد الكاسك هذا عطاني هادي ديال ا جي سي ما عرفتش كوشيتا دي كوشيتا بقيت كنسمع هذاك الصوت ديال الديسك ديال ممكن واقيلا فهاد التسجيل هذا يمكن ما يبانش الصوت ديال الديسك ديال ربما رودي ماريت البي سي ربما ما عارفش. المهم خلينا بار ديفو هذا والليفل اللي ما خليه 100 حيت لا بتي الليفل ما غاديش يعطيك تسمعش ما تسمعش انا مزيان كيفاش تشوف دابا هي 10 الا درت 0 ما غتسمع والو بطبيعه الحال غادي تسمع حتى حاجه ما تسمع والو. انت دابا انا طالع هي 100 وحتى الكاسك ديال اس بي تلقى سونسيبل. انا ملي غنقيس يدي بالمايك غنقيس يدي بالمايك غادي يعطي سونسيبيليتي
يعني نقول مثلا اش ولا اش ولا با 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 باب شي موبايل از باد 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 ما غاديش يعجبك. هو في الراس ديالي انا الديفولي في هذا الكاسك هذا هو انه ما تيجمعش لك الراس ديالك صغير، واخا عندو هاديك ديال الزيادة والنقصان انت تحس براسك بانك مبرهوش، ما داير شي لعبة ديال الدراري الصغار في راسك، ما جامعش لك الودن ديالك، نص ديال لي بانت ديال لي زيت برا ودنيك ما داخلينش كاملين في الكاسك. الور ما تتحش براسك بانك واحد الانسان اللي كبير ودير كاسك بعقلو، هذاك الشيء كاسك ديال الفراحش ما عاطيش هو يو اس بي فعلا جوده ديال الصوت، كلك تسجل يمكن تكون هكا تسجل تهضر في شي موضوع تتشرح تتهضر مع المتابعين سي بون، هذاك صوت زوين ابار هذاك الصوت ديال البيسي اللي ما عرفتش واش غادي مازال راه يعطيه ليا في التسجيل ولا لا، ولكن ما كاسك ما هذا راه غندير له روتور طبيعه الحال، هذا راه غندير له روتور غادي نردو نشرح به وغادي نردو سي سا المكان باش تشوفوا باش تاكدوا بان الكاسك واليو اس بي هو الكاسك المزيان ديال التسجيل. دابا الا درتي لي كاسك هنايا دخلتي لي كاسك هنايا انفورماتيك دخلتي لي كاسك هنا تلقى لي كاسك هنايا تا 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 شي كاسك ناخدو شي مثال هنايا مثلا غنديرو كاسك يو اس بي نكتبو هنايا كاسك يو اس بي كاسك يو اس بي جيمر اوكي كاسك يو اس بي جيمر تلقى هنا مثلا تدخل هنايا هذا الجاك ما خدامش هذا الجاك هذا ما خدامش هنا 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 تدخل هنايا تلقى هذا هنا نلوحو ليه غنلوحو ليه تجي هنايا تتبرك على هاد الصورة تلقى بأن مبين لك اليو اس بي هنا، ولكن لا راه اليو اس بي راه ديال الليد ديال الليد ماشي ديال المايك ديال المايك هما هادو، ولكن تتكون الصوت تتكون خايب نضغط تتبرك على مثلا شي كاسك اخر ما عرفتش فين نبريك باش نشرح مزيان، وباقي في نفس الوقت انا تنشرح وباقي انت تسمع دابا الصوت ديال المايك ديال الكوكسي باش تعرف الفرق ما بينه وبين الاخر. بحال هذا مثلا هاد الكاسك هذا هنايا هو عاطين انا نبركت عليه او حاطينه هنايا وراسم لك هادي بانه زعما راه يو اس بي هنا هاو يو اس بي شتيها هو ماشي يو اس بي هو ماشي يو اس بي يعني. ماشي يو اس بي هذا تلقى جاك تا هو ماشي يو اس بي وتكتب لك في العنوان كاس جيمنج يو اس بي وماشي يو اس بي اللي كتبتي السميه ديالو مثلا جيمنج كاسك باس الترا سترا بلا 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 لا تدخلوا تلتي هنا ومشيتي لليوتيوب هنا ودرتي السميه ديال الكاسك وباقي نفس انا بعد تنسجل بالكوكسي كيو تري باليو اس بي في نفس الوقت راك تستمتع بالفرق ما بين التسجيل ديال اليو اس بي والتسجيل ديال هذا. الا درتي السميه ديال الكاسك هنايا ودرتي ان بوكسينغ بوك سينك ما عطانيش ما عطانيش المشكله هذا هنا ما تيديرش حتى السميه ديال الكاسك شنو هي نشوفو السميه ديالو يو اس بي ليجند بلا 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 شنو هاي سيكو هذا هيد الرانج فريكانسي الرانج شوفوا الكارتونة ديالو غتكون فيها السمية سمايل وولف سمايل وولف سمايل وولف اوكي نكتبو هنا سمايل وولف سمايل وولف وفي نفس الوقت كاسك كاسك في نفس الوقت راك انت باقي تسمع في التيست ديال نشوفو هذا سمايل وولف نشوفو هاد الكارطونه ديالو الى تنين هو سمايل وولف وولف ياس لقيناه ولكن سمايل وولف هو يمكن هو هذا نشوف واش بحالو باش نكتبو مزيان دونك سمايل وولف بعدا سوبر كلاس إدي سرون سات وان اوكي يمكن يكون داير سمايل وولف سات وان هاو سرون سوالف شوفو واش هاد هنا معطانيش يدير البوكسينغ نرجعو في كنا
كاينه غير السميه ديال الكاسك ما طاش لينا. نا 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 كاسك اوان هاهي لقيتها. اذا عندي سمارك اوان او اسماعيل وولف اوان سي بون. غندير انبوكسينغ باش يحل لي الباكيه ونشوفو واش انبوكسينغ نشوفو واش خايب ولا يو اس بي. حيت هنا راسم ليا غير اليو اس بي ومبين ليه عليا مقلش قداش. الور شوفو هنايا سيت امبوسيبل. الور غنكتبو هدا غنكتبو في ايماج غنكتبو في جوجل ايماج حيت اليوتيوب ما عطاناش. نكتبو في جوجل ايماج اسماعيل وولف اوان. اذا نبركو على الباج الاولى ونبقاو نبركو 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 بركو اوان 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 او اسماعيل وولف اوان او نبركو لهاد اللي عند لتحت ويجيبنا هنايا. وبالطريقة هادي عرفنا بأن الكاسكا هو يا ماشي يو اس بي، ولكن ها هو بالديكم بأن اليو اس بي فقط باش يشعل الليد، أما هادو هما ديال الهضرة. بالطريقة هادي تتعرف. والعنوان هنايا اسماعيل ليوف اوان كاس جيمين ميكرو انتي بروي بلا 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 بلا، ولكن راه ما غاديش يخدم لك الا انت من عشاق تتسجل الفلوق ولا شي حاجه. ايوا انا درت معكم دابا هاد الفيديو هذا باش استفدت معكم المعلومات اللي تندير انا في الطريقه ديال الشراء ديالي. استعملتها معكم بحال هذا مثلا كاسك اخر هنا هنايا هو يا بدل لك اليو اس بي معلق، ولكن مقلش لك اليو اس بي، ولكن هو ماشي يو اس بي. هاو هذا تقلش لك اليو اس بي هنايا ولكن ماشي يو اس بي. اذا باش ميجيش الفيديو طويل نحبسو هنايا والسلام عليكم.